اعتلال وتسقيط سياسي يخيم على أجواء محافظة ذي قار، اعتقالات وإقالات تهدد جميع مناصب المحافظة، فالكل يطمح إلى توليها لكثرة المشاريع والمبالغ المالية لا لتقديم الخدمات. حديث على لسان المراقبين. الصراع على السلطة في العراق وعلى الامتيازات هو جزء من منظومة قيم المجتمع العراقي عموما، وهذا الصراع له أسس اجتماعية واقتصادية، وفي الفترة الأخيرة بسبب ضعف الدولة وبسبب الامتيازات التي يحصل عليها المسؤول في السلطة وبسبب أنه ضعف الرقابة على المشاريع والحصول على أموال ضخمة جدا، وخاصة في التخصيصات التي خصصت لمحافظة ذي قار عموما، المصالح الكبيرة جدا التي جاءت بعد التخصيصات الكبيرة التي حدثت بعد الأحداث الأخيرة وتأسيس مجلس أعمار ذي قار الذي خصص مبالغ ضخمة، هذا أدى إلى وجود صراع حاد جدا، وهذا الصراع بدأ تتمظهر مظاهره من خلال أعلى القيادات اللي موجودة في مركز المحافظة. يرافق تلك الأجواء تسقيط شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض السياسيين يجدون إدارة مجاميع لديها منصات مدعومة على الواقع الافتراضي لتسقيط الخصوم بشتى الطرق. أصبحت المحافظة تقاد من أشخاص، كل شخص عنده جروبات خاصة من أجل تسقيط شخص آخر، وكذلك شخص آخر عنده جروبات خاصة تسقيط الشخص المقابل، وهذه التسقيطات وهذه الاتهامات انعكست على الشارع الذيقاري. بدل ما المسؤول اليوم تكون مهمته أنه كيف يؤدي خدمة لأبناء المحافظة، كيف يقدم خدمة لأبناء المحافظة، صار اليوم مهمته كيف يبعد الشبهة عن نفسه وكيف يتهم الآخرين. وهذا التسقيط اللا أخلاقي أول مرة يحدث في محافظة ذي قار أو على مستوى العملية السياسية بصورة عامة. كان التسقيط اللي موجود أنه فلان ما أدى عمله، فلان ما داوم، فلان كذا، اليوم لا، أصبحت تسقيط حتى في العوائل، وهذه نخاف من نتائجها الأخيرة. الحديث عن القواعد السياسية وأعرفها من أهم الأصول، إلا أن أجواء ذي قار السياسية تناست تلك القواعد وشقت طريقها ربما لوحدها في أغلب الأوقات. من ذي قار، علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.